إذن نعود ونواصل معكم مساء الخير يا مغرب، دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شدا تي في. كيف ما وعدتكم في بداية الحلقة بأننا غادي نحاول ما أمكن نفتحوا ملف مرة ثانية وثالثة، ملف مدينة الدار البيضاء، مدينة المتناقضات كما سماها جلالة الملك محمد السادس، مدينة المتناقضات. احنا غادي نكتشفوا بأن مدينة المتناقضات خلال النقاش إن شاء الله، ولكن المناسبة للحديث على مدينة الدار البيضاء هو الوالي الجديد، لأن هذا هو الأهم. وخلينا نقول لكم بأنه هو العمود الفقري ديال التسيير المحلي، الوالي والعامل وخاصة الوالي. اليوم تنتكلموا على جهة مهمة في المغرب، هي جهة الدار البيضاء السطات. الكثير من المشاكل تتعيشها هذه الجهة، خاصة مدينة الدار البيضاء، فملي تلقوا على رأس السلطة والي جديد فربما تتغير الأمور. لماذا؟ لأن المهيدية اللي هو الوالي الجديد الذي نتمنى له التوفيق في المهام ديالو بجهة الدار البيضاء السطات، والي معروف بالصرامة، والي معروف بالتيران، واحد الإنسان اللي قليلة تلقاه في البيرو. هذا شيء معروف عليه، لا يختلفوا فيه اثنان في المغرب، معروف قليل. والوالي غادي تلقاه في البيرو، غادي تلقاه دائما إما في درب غلاف، إما في الهراويين، إما في سيدي عثمان، إما في الحي الحسني، هكذا يتفقد ويشوف الأمور فين وصلوا، المشاريع كي غدا إلى آخره. والكثير من المشاريع في مدينة الدار البيضاء واقفة. هل سيتوفق مهيدية أنه يخرج مدينة الدار البيضاء من عنق الزجاجة؟ هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه وأشياء أخرى تهم مدينة الدار البيضاء في دردشة المساء. وللحديث كما قلت معي الأستاذ عبد الرحيم أريري، مدير نشر جريدة أنفاس، متخصص باحث متخصص في شؤون مدينة الدار البيضاء. نرحب به مرة ثانية. شكرا لك أستاذ رحيم، شكرا على تلبية الدعوة، شكرا جزيلا. إذن أستاذ عبد الرحيم، نبدأها من المهيدية على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات. مهيدية بالكاريزما ديالو، مهيدية بالتجربة الكبيرة جدا، ربما وقيلت نقل في كل الجهات تقريبا، راكم تجربة كبيرة في التسيير المحلي والجهوي، والصرامة ديالو ورجل الميدان. إلى أي حد قدروا نطمئن ونقولوا مهيدية ربما سيوفق في مهامه في مدينة في جهة الدار البيضاء؟ هو على مستوى يعني حتى راكم ثقيل تماما، لأن الإرث كبير جدا، وكما قلت يعني في البداية ديال كلامك انه نتمنوا ليه التوفيق، يعني هذا مأمول يعني، والطلب ديال كل مغربي يسكن في جهه الدار البيضاء بالنظر للتركه الثقيله التي والاختلالات اللي كاينه كبيره في مدينه الدار البيضاء. ولكن وجهه نظري الشخصيه هو انه الوالي ديال الدار البيضاء شانه شان باقي الولات ديال الجهات، ومحكوم ومؤثر بمساطير ومؤثر بقوانين ومؤثر باغنفه ماليه هل هي مرصودة للبرامج الموضوعة أم لا؟ لأنه غياب يعني هذه الاعتمادات المالية وغياب المواكبة من طرف البرلمان والحكومة لمرافقة يعني المسؤولين المحليين سواء كانوا إدارة ترابية ولا جماعية، سيكون الإنسان يعني أمام غيوصل الحيط، ما غاديش يمكن له، بدليل أنه الدار البيضاء يعني لخدينا 23 عام تقريبا دازوا فيها 10 ديال الولات، يعني 10 ديال الولات، ولا حيدنا جوج، حيدنا سليمان العلوي وحيدنا الظريف اللي ما عندهمش بروفيل ديال الهندسه. كل الولاد الثمانيه ايكومبري السي مهيدية كلهم مهندسين. يعني هذا يعني الاصرار ديال الدوله مركزيا على ان تكون الدار البيضاء دائما مدبره من طرف بروفيل مهندس في شخص الوالي، يعني يكشف او لا يبين على ان الدوله عندها قلق من الاوراش اللي كاينه. هناك مثل ما نقولوا واحد شي جوج محطات اساسيه اللي برزت فيهم هذه المشاكل الكبرى، وهي الاحداث الارهابيه ديال 2003 اللي خلات الدوله تفيق على واحد الاعطاب كبرى اللي كاينه في المدينه، وما رافق ذلك من برامج وتصورات اللي تحطات على ارض الواقع، واللي دمجات في المخطط المديري اللي خرج في 2008 ومن بعد صديق عليه في 2010، واللي هو الوثيقه الان التي يحتكم الى الجميع سواء كان واليا او مجلسا جماعيا او جهويا او حكومه. لان هذه الوثيقه هي اللي يفترض في المسؤولين ان يسهروا على 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 تنفيذها. هذه المحطه الاولى. المحطه الثانيه وهي الخطاب الملكي ديال 2013 في البرلمان، اللي اول مره في التاريخ الدستوري ديال المغرب يعني الملك بصفته كرئيس دوله
تخصص خطاب خاص لمدينه معينه الا وهي مدينه الدار البيضاء، وهذا مساله مفهومه لان الدار البيضاء راه هي الثلث ديال الناتج الداخلي الخام. الجهه ديال الدار البيضاء راه هي ثلاث مطارات ديال المغرب ايكومبري تيت مليل. الدار البيضاء هي ثلاثه الموانئ كتبيع الجهه، يعني ثلاثه الموانئ المحمديه الدار البيضاء والجديده، والدار البيضاء هي ثلاثه الجامعات، والدار البيضاء هي الثلث ديال السكان الحضريين. اذا هاد المؤشرات كلها كتجعل اي مسؤول جا للدار البيضاء يتهيب من هذه الملفات ويتهيب من المسؤوليه الملقاه على 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 عاتقه. وكما قلت قبيله هو انه في غياب يعني المواكبه من طرف السلطه المركزيه على مستوى تخصيص الاغلفه الماليه سيصعب على اي كان ولو ما عرفش شنو يجيب سيصعب عليه ان لان ما عندوش عصا سحريه. صح صحيح. ولكن كاين بعض الملفات وكاين بعض القضايا في مدينه الدار البيضاء اللي تحتاج ربما غير الصرامه اتخاذ القرار. لا هذه مساله يعني ديال الصرامه تحتاج في بعض المسائل الاداريه العاديه ولكن فيما يخص الاوراش مثلا ديال تهيئه الساحل مثلا هذا من الاوراش الكبرى التي ولدت في مخطط التهيئه. صح يعني الصرامه هنا لا تنفع خاص فلوس فيها من الغطاء المالي. صح خاص فلوس لا ما عنديش فلوس ما عنديش غندير. خاصه انه المغرب يعني تحمل واحد الكلفه ماليه باهظه ديال تهيئه محاربه تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء 160 مليار تقريبا اللي خسرات. ولكن هي تخسرات على اساس انها سنهيئ البنيه ديال الاستقبال باش يولي واحد التوازن ما بين شرق الدار البيضاء وغربها. الان الدار البيضاء كلها كتكب العين ديال في حين ان المشرع قال لك اودي اللهم نظام الكر ما يمكنش 5 مليون كلها في العين ديال تمشي العين خاصك تمشي العين السبعه خاصك تمشي لرشنوار خاصك تمشي لبرلوزي خاصك تمشي لزناته الى اخره. اذا ها انت صايبتي البنيه الارضيه التحتيه عفوا ديال تهيئه محاربه تلوث الساحل الشرقي ولكن المواكبه والاغلفه الماليه التي يجب ان تصاحب اجراءات يعني هذه التهيئه ديال الساحل هي باقا واقفه. بدليل وانه البرنامج اللي تسينا قدام الملك ديال المخطط الحضري للدار البيضاء ديال التهيئه ديال الحضري للدار البيضاء 2015 2020 كانت في ديك 33 مليار ديال الدرهم كان في واحد الشق صغير يهم هذا الساحل هي 70 مليار ديال السنتيم باش نهيئوا لي برومولاد على طول الساحل ديال الدار البيضاء. يلا تهيئوا جوج ديال البرومولاد ديال البرومولاد ماريتيم ديال المسجد الحسن الثاني وديال عين الدياب اللي غدا من اللي غدا المراكمول فقط هذو هما اللي تصيبوا في حين المنطقه الشرقيه والفلوس كاينه يعني ولكن حيت كاين عدم المواكبه ديال الدوله في شخص يعني وزاره التجهيز في شخص المسؤولين على الضمان الماريتيم في شخص سميتو المنتخبين يعني هذا المشروع ما لم يرى النور. والاكثر من ذلك كاين مشكل اخر مثلا من يعني بغينا نقولوا من سميتو مشكل التنقل من النقاط يعني السوداء اللي تيوردت ايضا في الوثائق ديال التعمير ولكن للاسف الشديد رغم المجهود الذي بذل من طرف الدوله على مستوى تخصيص واحد الغلاف مالي ديال 27 مليار درهم لانجاز هاد الترامواي الخط الثاني الخط الثالث الباصواي او الطوبيس القهوي حيت كل واحد كيفاش كيسميه ولكن راه مازال باقي الخصص على مستوى الباركينات على مستوى المحاور الطرقيه على مستوى كذا الى اخره. مثلا 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 غنعطيها واحد لاكس اللي اساسي كنعرفوا حنا واحد الاشباع كاين دابا في الطريق الحضريه لوطور الحضريه اللي كاينه ما بين عين حروده واللوسيبي. الان يعني وصلت الاشباع وصلنا 160 الف تقريبا في لوديبي ديال الطوموبيلات اللي كيدوزوا منها. درتي لاروكاد سيد ولكن لاروكاد سيد الناس ما كيمشيوش يستعملوها لان هذيك غادا ما بين المحمديه والمطار ديال محمد الخامس. المشرع اشنو قال؟ قال لك غدي غندير ما بين لاروكاد سيد وما بين لوطور اربان غندير واحد الطريق اللي غنفس على سيدي عثمان غنفس على مولاي رشيد غنفس على السلميه غنفس على سوق الشمله غنفس على المناطق اللي تحت ديال الفيده وكذا الى اخره اللي غادي تطلع من حي اسلام يعني من رون بوان فين كاين الماز وغادي تبقى غادي طالعه اون باراليل مع لا روكاد سيد واللي غتحطك في اهل الغلام في اناسي. ولكن هذا الوالي هواجة الا ما عطيتيش الفلوس وما حررتيش لي العقار الذي ستمر منه تلك يمكنش دير هذا لاكسي اذا خاص الحكومه دير يدها في جيبها وتحط الفلوس. والميزانيه الميزانيه ديال الدار البيضاء ضعيفه جدا. لا ماشي ماشي ضعيفه غير مستغله غير مستغله. لا بالمقارنه شحال حنا واصلين حيت دابا حنا الان وصلنا تقريبا 350 مليار انا كندوي على الميزانيه ديال بلديه الدار البيضاء. الدار البيضاء يعني 350 مليار البوتونسيال اللي كاين في الدار البيضاء ممكن يوصل ل 900 مليار حتى 1000 مليار ديال السنتيم يعني تريبل. ولكن للاسف الشديد حيت ما كاينش واحد الاراده وما كاينش واحد الرغبه في تحسين هذاك الوعاء الجبائي ديال مدينه الدار البيضاء من اجل ان تضخم الموارد للمدينه. علاش؟ حيت انا ملي كنقول لك البوتونسيال هو 800 مليار حتى 1000 مليار دابا حاليا كنضرب 350 مليار ديال السنتيم ياك؟ حيد من الفونكسيونمون حيد من التسيير حيد من هذه حيد من هذه حيد من الاجور ديال الموظفين حيد من النظافه حيد من كذا شحال كيبقى لك لانفيستيسمون؟ تتبقى لك ميم با
18 20 مليار ديال السنتيم الا قسمتيها على السكان ديال الدار البيضاء غادي تجيك ميم با 100 درهم في حين في الاوروب الحد الادنى هو 7000 درهم لكل مواطن في ليكيبون ديالو. اذا كيفاش بغيتيني انا نكون في لي ستاندار على المستوى العالمي؟ واحد عنده 7000 درهم اللي كنخسر عليه انا كسلطه عموميه، واحد كنخسر عليه 100 درهم، وانت ديك 100 درهم فيها تفاوت. فين كتمشي؟ واش كتمشي لراسين ولا كتمشي لكوتي ولا كتمشي لسيدي عثمان ولا كتمشي لمبروكه ولا كتمشي لساسفه؟ علما ان هذيك 100 درهم اللي جايه جايه من الساسفه، جايه من المنارشيد، جايه من البرنوصي، لان هذه الاحواض الجغرافيه هي اللي فيها الفلوس، لان هي فيها الضريبه، هي التي تضخ وتمد الخزينه العامه بالموارد العامه. في الوقت اللي كان يفترض، ما غاديش نقولوا ديك الفلوس ديال الحي الحسني ولا الساسفه ولا مولاي رشيد ولا البرنوصي بحكم انه عندهم مناطق صناعيه، كاع هذيك الفلوس تبقى في هذه المناطق، لا ماشي هذا هو القصد، ولكن على الاقل يعني واحد شويه ديال العداله، واحد شويه ديال الانصاف. ساشون كو عند الوثيقه ديال الاصدور اللي دوينا على قبيله نصت على وجه الاهتمام ورد الاعتبار للضواحي ديال الدار البيضاء، على اعتبار ان الضاحيه ديال الدار البيضاء هي المضخه التي تزود ليس فقط الدار البيضاء بالمال بل تزود الخزينه العامه للمغرب. صحيح صحيح. باش نرجع ونختم هذه النقطه ديال الفلوس، اذا قلت لك هذاك البوتونسيال يعني غتضاعفوا انت بثلاثه المرات. تخيل معي احنا دابا الان تسلفنا من عند البنك الدولي 200 مليار باش درنا كملنا بعض الاوراش اللي كانت متوقفه في الترامواي في بعض الانفاق وبعض المشاريع الى اخره. تخيل معي انت عندك كمدينه عندك 400 مليار اللي مليوحه كدور الدولة ما شافتهاش أو ما بغاش تشوفها. منها ما يسمى بالواجب تحصيله. حيت الواجب باقي استخلاصه فيه ملايير. باقي استخلاصه هذا ما دويتش عليه. أنا دابا تندوي لك على البوتونسيال اللي ضايع. غنعطيك مثال. باش عاد الناس المشاهدين يفهموا. عندك مثلا الضريبة ديال السكن. ياك. كنجيو نتحدى وزيرة المالية. وجي دي بيان نتحدى وزيرة المالية. وتقول لي واش عندها الإحصاء ديال الناس اللي خذوا بيرمي دابيتي 10 سنين 12 عام واش داخلين في السيستم ديال اداره الضرائب. ولا خدينا الرقعه الجغرافيه ديال الدار البيضاء مثلا المعارف البرنوصي سيدي عثمان مبروكه النسيم الى اخره الولفه حي الليمون الى اخره، كل واحد عنده تعريفه معينه. لا موين غنديروا حنا 60 فرانك لا موين، حيت كي جاتو 2000 درهم 1000 درهم 950 درهم الى اخره على حسب الاحياء، حنا غنديروا لا موين واحد 600 درهم. إذن ذاك الوعاء الجبائي الخاص غير بهذا الرسم اللي ما دخلش في السيستيم ديال إدارة الضرائب يحرم المدينة من واحد البوتونسيال ديال يقدر ب 30 مليار 40 مليار ديال السنتيم الأولى. الثانية غادي ناخذ مثلا هذا الشيء ديال المقاهي مثلا. إذن هذه المقاهي يحتلون الملك العمومي، واحد العدد فيهم راه هو يحتل الملك العمومي ولكن غير مدمج في الإحصاء. وبالتالي أنا كمدينة يلا عندي مثلا 9000 قهوه ولكن انا عمليا لم احصي الا 2000. هذه الارقام غير للاستئناس ماشي هي الارقام الحقيقيه. اذا انت كمدينه خارج من الرادار واحد 7000 قهوه ما دخلاش عندك في وقيس على ذلك باقي الرسوم. علاش حيت كيف قلت لك قبيله علاش دابا مدينه يخرج من الرادار ديالها 7000 قهوه كمثال كرقم هكذا اعطيناه وزيد باقي الرسوم حيت في القضيه بحال قلتي باغي تقول مشبكه. اما عندي واحد القاعده انتخابيه لا اريد ان ازعجها لانه مشيت عند الناس مثلا حي الف وقلت لهم اودي راه غندخلكم في السيستم باش تخلصوا الضريبه والناس ناعسين هذه شحال هذا خذا البريمي دابيتي وما تيخلصش الضريبه ديال السكن. هذا كان نموذج. اذا هو في حسابه غادي يقول لك اودي غادي تمشي لي واحد 200 صوت ولا 300 صوت. اذا من ناقص كتولي المساله يعني همزه عنده هو للاسف كتولي هو مسائل ديالو شخصيه ماشي قضيه ديال واش عندي هاجس ديال النهوض بالمدينه ديالي. انا البوست ديالي راه غندوز يكيفها سياسيا ولا يهمه الدار البيضاء بحال في الكريانات مثلا. عندنا في الدار البيضاء واحد العدد ديال المنتخبين واحد العدد ديال المسؤولين اللي ما كانش عندهم رغبه في جتشيتات ولا محاربات ولا اعاده ايواء هاد الناس لان واحد بالنسبه ليه واحد الخزان انتخابي عنده تما. صح هذا هو القصد هذا هو اللي قلت. اذا هنا خاص كيفاش يعني الحكومه لان هذا القرار هذا هذه القضيه ديال باقي استخلاصه راه حتى هي راه فيها الملايين. باقي استخلاصه فيه الملايين علاش؟ لان يعني باقي استخلاصه تقريبا فيه بحال قلتي واحد جوج المستويات. كاين واحد المستوى اللي غير محسوب هكاك لان كاين شي ضرائب باقا مازال تروج ومحسوبه ولكن تعود الى السبعينات والثمانينات والستينات. اذا بالنسبه للسلطه العموميه يعني خاصها تاخذ واحد القرار ديال طابل راز بحال تحيين المعطيات. صح هذه اولا. ثانيا
كاين باقي استخلاصه فيما يخص ديال لاتين بي يعني ديال الاراضي الغير مبنيه. وهذه الاراضي الغير مبنيه تخلق فيها واحد المشكل، لانه كاين واحد العدد ديال الاراضي غير مبنيه ايفيكتيفمون، ولكن كاين كيفاش تدمجوا بانهم راهم محصيين لاداء الواجب، وقع واحد الخلل في الاحصاء. اذا من وقع داك الخلل في الاحصاء، السيد راه محسوب عليه مثلا طن 100 درهم مثلا، ولكن هو تينازعوا في هذيك 100 درهم. اذا انت كدوله وكسلطه محليه وكسلطه جماعيه لم تحسم في هذا الملف، وبالتالي لو حسمت فيه غنلقى ان هذا السيد ايفيكتيفمون ضايع وعر مظلوم. اذا الى حيدت هذه الفئه الاولى اللي قلنا قبيله ديال الستينات والسبعينات، وحيدت هذه الفئه اللي عر مدمجه قهرا وظلما، غادي يكون عندي ذاك الباقي استخلاصه ماشي بهذا الحجم الذي يسوق له ويقدم لنا كبعبوع مخيف. اذا غادي نوليو في واحد الحجم ديال الانتيار ولا انكار، هو اللي فعلا يتعين على الدوله ان تباشر المسطره ديال استخلاصه. وهنا باش تستخلصها الاله الضريبيه يعني المسؤوله على الاستخلاص ماشي بيد المدينه، بيد وزاره الماليه. وزاره الماليه. اذا انا كمنتخب مثلا وانا كوالي اريد ان ارى مدينه الدار البيضاء في واحد الحله معينه. اذا هذيك الحله المعينه تقتضي ماذا؟ تقتضي كما قلت قبيله المجر، واش فيه الفلوس ولا لا؟ ولكن هذاك المجر ما كنتحكمش فيه انا، كتحكم فيه الحكومه. اذا الحكومه واش باها الخير لمدينه الدار البيضاء ولا لا؟ انا كنقول بان الحكومات التي تعاقبت على مدينه الدار البيضاء ما باغيش الخير لمدينه الدار البيضاء. للاسف للاسف للاسف. وانا بالنسبه لي هذه جريمه. للاسف. على اي قول يا سي عبد الرحيم، كاين الحديث كثير، اذا تكلمنا على هذه الملفات، تكلمنا على البوتنسيال المالي اللي هو مهم جدا، اللي تنتمناو على اي سي مهديه كوالي جديد يكون عنده ذاك الثقل ديالو كاعلى سلطه في الجهه، على اي لاستخلاص ما يمكن استخلاصه منها هذه الضرائب في اطار تنسيق مع لا وزاره الماليه لا مديريه الضرائب لا اي كان لا الجماعه، باش ما يبقاش هذا لا حكا حسابات سياسيه عفيه، لا هذا نحصي هذا ما نحصيش الى اخره، على الاقل تنظر ان الوالي يقدر ينزل بالثقل ديالو في هذه الامور. باش ينزل بهذا الثقل ديالو يجب ان نحرر الوالي ديال الدار البيضاء، ان نحرره من عماله الدار البيضاء. يستحيل يستحيل انت تجيب واحد السيد والي على كيف قلت لك قبيله الجهه اللي كتمثل ثلثين عفوا الثلث ديال الناتج الداخلي الخام ديال المغرب، وشرحت لك كتمثل الثلث ديال السكان الحضريين. نعم. فما يمكنش، حيت في نهايه المطاف هو كيبقى عامل على مدينه الدار البيضاء. اذا هو بحاله بحال العامل ديال سيدي بن نور، بحاله بحال العامل ديال بن سليمان، بحاله بحال العامل ديال النواصر، بحاله بحال العامل ديال الجديده. اذا انا في اطار تفعيل الجهويه اللي كل مره كنصدعوا المخ ديال المغاربه هذا الموضوع، واللي الجيل اللي تولد في هذا الخطاب ديال الجهويه راه دابا الان وصل تقريبا 20 عام. صحيح. وواحد 20 عام وباقي لم يرى هذا المشروع يصبر على ارض الواقع. صحيح. حان الوقت، حان الوقت جوابا على سؤالك، باش الوالي ماشي داك الدار البيضاء، جميع الولاد ديال الجهات 12 في المغرب ان يتحرروا من المسؤوليه ديال العامل، ما يبقاش والي وعامل. وعامل. علاش؟ حيت فيها جوج حوايج، اولا باش نحيد الشبهه، حيت انا والي على جهه الدار البيضاء سطات. ولكن في نفس الوقت انا عامل على الدار البيضاء، اذا كندنش على كبالتي. حيت انا عامل على الدار البيضاء. ملي غيجي المصاريف من الرباط ما غاديش نعطي لسيدي بن نور، ما غاديش نعطي للجديده، وما غاديش نعطي لبن سليمان، وما غنعطيش للنواصر. غادي نسبق الكباله ديالي اللي كندنش عليها. هذه غير شبهه اللي ممكن شبهة. باش نحيدها. باش نحيدها. هي شبهه. خصني نحيدها. خصني نحيد. نعم. باش نبقى حنا كنهضروا على الشفافيه، كنهضروا على الوضوح. اسمح لي اخويا انا والي على بحال شي اب، انا مسؤول على الجهه ديال الدار البيضاء ديال سطات اللي فيها 9 العمالات، انا كنتعامل معاهم على قدم الوساوس. طالما ان المشرع لم يحرر الولاد من هذا العبء ما غاديش يمكن، حيت علاش؟ لان انت عندك الطوبيله باغي توصل لبوزنيقه في ساعه، ولكن انت مشارجيها يعني ما غاديش تمشي في ساعه، غتوصل لبوزنيقه في ساعتين ولا 3 سوايع. يعني هذا هو الميتافور اللي قلتها. على اي هو دائما باش نوضح باش المشاهدين ما يفهموهاش غلط، حنا ماشي السي عبد الرحيم اريري ملي تكلم على التحرير من قضيه من المنصب ديال عامل والي وعامل في نفس الوقت، لان تنعرفوا بحال دابا مثلا السي مهديه هو عامل جهه الدار البيضاء سطات، هو عفوا والي جهه الدار البيضاء سطات وعامل مدينه الدار البيضاء مثلا. ملي تنتكلموا على العامل ديال اي جهه، جهه بني منال الخنيفره كلهم والي الجهه وعامل بني منال المؤسسه، نعم المؤسسه. فبالتالي
راه ماشي راه ملي قلناها راه بمثابه هذه هي الحقيقه ان الوالي راه تينش على كبالته اللي هي المدينه اللي هو عامل فيها وغادي يفضلها على الباقي، راه ماشي هذا هو اللي كاين على ارض الواقع جزما، انما يقول تفاديا للشبهه باش هذاك السيد الوالي ما يكونش تحت مجهر الشبهه وينوض اي واحد يكتب عليه ولا يدير عليه كومونتير حكاره. على عين مقترح يتقدر يتخاذ بعين الاعتبار من طرف وزارة الداخلية ويفعل لماذا في إطار واحد النوع ديال الحكامة في التدبير. تماماً. إن شاء الله هذا ما نتمناه. جميل، إلا بغينا نهضروا على مدينة الدار البيضاء، مدينة قال جلالة الملك في الخطاب أنها مدينة المتناقضات، وصعب ملك البلاد أن يصف مدينة اللي هي عصب الحياة في المغرب ككل وثلث الناتج الوطني مدينة المتناقضات. الملك تكلم على مدينة المتناقضات، راه تنتكلموا دابا على ما يقارب واحد نقدروا نقولوا واحد 17 18 سنة، قال 10 سنوات 2013 10 سنوات لحدود الساعة لم يتغير شيء في مدينة الدار البيضاء بخصوص هذه مدينة المتناقضات. تماما. والسيد المخرج غادي يقرب المشاهد اكثر، وحنا تنتكلموا مع سي عبد الرحيم اريري، هيا الدار البيضاء كيف ما تيشوفوها الناس امامهم، شو الجماليه، شوف لاكوت، شوف المسجد، شوف الشارع، حنا غادي نشوفوا اشياء جميله رائع، شوف الشارع على مستوى لاكوت حدا جامع الحسن الثاني، الدار البيضاء مستوى كبير، ملي تنشوفوا هاد الشيء راه مستوى كبير على مستوى المعمار، على مستوى السياحه الشاطئيه، على مستوى حنا غادي نشوفوا الان القطب المالي، ما شاء الله، راه تنتكلموا على مدينه عملاقه كبيره. شوف هذه المناظر هذه ما تخليك الا وتقول ان المسرح محمد الخامس الكبير، المسرح الكبير عفوا محمد السادس كيف ما تنشوفوه، السونتر فيل هنا في الحديقه العربيه، القطب المالي اللي كاين في الحي الحسني، مارينا، ولكن ها هو واحد النوع ديال الازدهار، واحد النمو، واحد، ولكن اجي نشوفوا العمق ديال مدينة الدار البيضاء. اعطيه لنا السيد المخرج، هذه الدار البيضاء لا مجال للمقارنة، اللي شفناه دابا واش هو هذا؟ ما يمكنش. واش راه في الدار البيضاء؟ واش راه في المنطقة ديال سيدي عثمان؟ غريب الأمر. سي عبد الرحيم، لماذا لم يتغير شيء في تقليص هذا الوصف اللي عطى جلالة الملك ديال مدينة المتناقضة؟ أنا وجهة نظري قلتها وكتبتها ونعاود نقولها ثاني دابا وغنبقى نقولها إلى يوم الدين، ولو نقب وحدي في هذه البلاد كنقولها. الدار البيضاء باش تنوض ونردموا الهوة اللي كاينة ونربحوا الوقت، لأن ضيعنا الوقت بزاف، وهو أن الدار البيضاء خاص العسكر. أنا نقول لك زعما وجهة نظر ديالي، علاش؟ بور دو ريزون. منطقة عسكرية؟ لا ماشي منطقة عسكرية، لا الواد ولا ماشي دور القصد، لا. العسكر معروف عليه الانضباط، والعسكر معروف عليه التنفيذ وفق المساطير اللي عطيتيه. مثلا خود نعطيوه حنا في السكن، ياك في السكن خين وزاره السكنه، وكاين العمران، وكاين الوكالات، وكاين سميتو المنعشين الخواص، ياك، وكاين لويليم اللي تاع العسكر 80,000 ابارتومون، ما سهلاش. لويليم نجز المهمه ديالو في جوج دقائق وبالمواصفات المطلوبه. وفي نفس الساعة حيت درنا الديبار كلنا. علاش الويليم اللي تابع العسكر انجز المشروع في جوج دقائق وانتيا ما نجزتيش المشروع ديالك كوزارة السكنة كوكالات كجامعات كعمران ككذا؟ إذا هذه علامة استفهام الأولى. الثانية الطرق كنشوفوها ملي كيكون زلزال فيضان كذا في جوج دقائق كتحل كتصايب، وحنا أرون بوان عزبان كنديروا فيها 20 عام. كتحس نص الصباح وانت راك باقي واقف فيك تنوض لك اللحيه وباقي ما قطعتيش الفيروج. جو كاريكاتير، فهمتيني؟ اذا علاش؟ هذا هو علاش انا قلت بان العسكر في الدار البيضاء خاصو يسير المدينه لمده جوج ماندات. علاش جوج ماندات؟ اولا عندك واحد لوستوك ديال الفساد والمفسدين. يعني غيوصل ل 77 عام 80 عام غيمشي غيموت بيولوجيا. حيت الحليمي تيقول لك بان امد الحياه في المغرب 77 عام تقريبا. اذا هاد واحد الفئه اللي الفساد ما عادش عايش فيها، ما عندك ما دير لها، واخا ما عرفتش شنو تجيب. اذا بيولوجيا خصنا نتسناو حتى تموت. اذا واحد الدوموند غنحرمها باش ما تدخلش للدواليب ديال التسيير، لا في الاداره، لا في الجامعات، لا في الجهه، لا في اي، لا في الاحزاب، لا في الجمعيات الى اخره. وفي نفس الوقت في هذيك عامين في هذيك جوج ماندات
يعني خمسة في خمسة هي 10 سنين، انت كتربي واحد نوستال اخر نقي اللي غالي على واحد الانضباط عسكري. وبالتالي انا مني كنوصل الضرب ديال واحد الحد الادنى ولا لو سميك المقبول عالميا، كيكون عندي واحد الجيل طلع هذوك اللي الان غنطلع مثلا الكونتور غيبدا اليوم مثلا سيبوزون، عندي واحد الجيل ديال 12 عام. اذا في 10 سنين غتولي عندهم 22 عام. اذا هاد الناس اللي من 10 سنين غتولي عندهم 22 عام غيكونوا ابت باش يدخلوا لمجالات العمل. في السياسه، في الاحزاب، في الادارات، في الابناك، في اي جانب من الجوانب. وبالتالي غيكونوا طبعوا مع واحد السلوك ديال الانضباط وديال الصرامه وديال الولاء للدوله. وتسلم ما كاينش ولاء ليا انا، الولاء للبلاد. صح صح. والعسكر عندهم هاد العقيده، ما تعرف حتى واحد، تعرف سيدي ربي والبلاد، ما تعرف حتى شي واحد. هذا هو علاش انا كنقول الضرب اذا باش نربحوا الوقت. حيت عندنا المونديال جاي. صح. كن على يقين. لو بقات الامور تدار بهذه الطريقه، المونديال سيكون اخر فرصه امام الضرب اذا لرد الاعتبار اليها. شوف البلدان في العالم اللي داز عندهم الالعاب الاولمبيه، وداز عندهم ليزيكسبو، وداز عندهم المونديال، كلهم كان عندهم داروا اقلاع كبير. اسبانيا، البرتغال، البرازيل، الى اخره، كوريا الى اخره، كلهم بدون استثناء. انا الحدس ديالي يقول بان المونديال 2030 سوف لن يغير شيئا من للاسف. وكيف كنقولوا من الخيمه خرج ميل. علاش؟ ديجا لو سيت ديال الملعب الذي تم اختياره في بن سليمان اختيار غير موفق. علاش؟ ليس في صالح مدينه الدار البيضاء. علاش؟ حيت الملعب يفترض ان يكون في النواصر، يفترض ان يكون في سيدي مومن، يفترض ان يكون في الهراويين، حسب الناس الذين خططوا ووضعوا لو شيما ديريكتور ديال مدينه الدار البيضاء. لكن في غفله منا تم تهريب الملعب من الدار البيضاء. لا كنت عارفه غندي جائزه نوبل في السياسه. ما عرفتش انا السبب. خاص الدوله في شخص رئيس الحكومه تخرج للراي العام وتشرح لينا علاش تم تهريب الملعب ديال الدار البيضاء. دابا انت من ديتي بن سليمان، علاش نسميه ملعب الدار البيضاء؟ سميه ملعب بن سليمان، سميه ملعب الزيايده، سميه ملعب المنصوريه، سميه ما شئت الا ان تسميه مدينه الدار البيضاء. حيت ملي كتاخذ لو سيت ديال النواصر الان عندك لوطوروت اللي غاده دابا الان اللي كتخدامه اللي غاده بيستا الدرس، غاده الطريق، غاده خارجه في سابينو بيك في المطار محمد الخامس. جوج عندك الايروير تما، وعندك تي جي في تما بروجتي، وعندك لوطوروت اللي قلت لك قبيله ديزا. يعني كل البنيه التحتيه ملائمه باش الملعب يكون في هذيك المنطقه الاولى جراون 1 جراون 2. عندي المنطقه ديال النواصر مرشحه لاستقبال ما يزيد على 500,000 ديال السكان، دول الاقليم، العماله. اذا ديسي 2030 عندي الملعب موجود، عندي هذه البنيه راه كتخرج، عندي الساكنه راه كتكبر، ثم هي ضاحيه قريبه الى مدينه الدار البيضاء. حيت كدوي النصر راه واخا هي عمليا وحده اداريه مستقله، ولكن عمليا راهي امتداد ديال 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 الدار البيضاء. وبالتالي كنربحوا على واجهتين. كيف ما دارت لندن في الالعاب الاولمبيه، استغلت الالعاب الاولمبيه لتضع الملعب الكبير في شرق مدينه لندن باش تهز المنطقه الشرقيه، لان كانت جد هشه وكانت جد مهمله وكانت جد محقوره ومقصيه من المرافق قياسا الى المناطق ديال لندن. نفس الشيء وقع في ستاد دو فرانس. فين حطته في فرنسا؟ حطته في سان دوني. سان دوني كانت هي بحال قلتي مولاي رشيد للاسفه ديال باريس، من حيث الحقره، من حيث الاقصاء، من حيث التهميش الى اخره. سير دابا الان سان دوني حدا ستاد دو فرانس، والله ما حطيتي وكاسكيتي الفلوس الا ديتي ان متر كاري كوم بلاطو دو بيرو. لي زاكتيفيتي اللي ولاو تما، يعني الرواج اللي ولا تما، والخيرات ديال الشركات والخدمات اللي ولات تما في هذه المنطقه، بفضل ماذا؟ بفضل هذا الملعب. نعم. ديال ستاد دو فرانس. اذا انا غنحط دابا غنحط زباله ديال الفلوس كدوله في الملعب ديال بن سليمان، ولكن من بعد شكون غادي يبقى يلعب فيه؟ نعم. بحال المطار، المطار ديال بن سليمان فين درناه؟ ياك حنا قلنا غادي نديروا القطب المالي وغادي نهزوا المطار ديال انفا ونحطوه في مطار الدار البيضاء، لان مطار الدار البيضاء الاصلي هو اللي مطار محمد الخامس نوعا ما في واحد الاشباع وفي واحد الضغط، ارى باش نديروا شويه ديال ليكيليبر، ارى نديروا مطار ديال بن سليمان. هكذا قدمت لنا الاوراش وحطينا فيها تقريبا واحد 200 مليار الا جمعتي البنيه ديال المطار ولابيست والحواشي وكذا وكذا، واحد 200 مليار مشات. اش من طياره كتحط في بن سليمان؟ خدرتيني بواحد الورش ديال مطار بن سليمان على اساس انه غادي يخفف الضغط على مطار محمد الخامس، ساشون كو مطار محمد الخامس راه هو الهوب الوحيد اللي عندنا، وهو التيكي باش تدخل افريقيا خاصك تدوز على مطار محمد الخامس، ها هو راه عمر تساتيرا. وقلتي لي غندير مطار بن سليمان باش نقص عليه من ناحيه الاكتيفيتي وكذا، ها هو الان ما خدامش. ياك انت الملعب دابا كتقول لي كتكذب عليا كشعب، وكتقول لي بانني انا هذا الملعب ديال الدار البيضاء الكبير راه سيرفع من سميتو
وغنتحاسبوا في 2030 هو جهه وجهه الحكومه. لانه هو ملي تشوفوا بمنطق الجغرافيه الملعب ديال بن سليمان ف يعني كيف غادي يأهل لنا المناطق بين قوسين ما عرفش واش العباره لائقه ولا لا المنكوبه انا ملي ديمونسيون اللي تما ديمونسيون مثلا نهضر مثلا على واش المنكوبه نهضر على الكثير من الاحياء من فكيفاش غادي ناهلوا هاد الضواحي مدينه الدربيضه الا حطينا الملعب الجغرافي الا سمحتي لي السي حسين هاد القصه ديال الملعب الكبير لوحدها تقتضي واحد اللجنه برلمانيه ديال التخصصي علاش؟ حيت ملي كان كيتصايب لو شيما ديريكتور ديال الدار البيضاء وانت قلتي للمخرج وريني الوجه المشرق للدار البيضاء وريني الوجه المفجع ديال مدينه الدار البيضاء. الوجه المفجع ديال الدار البيضاء هو الشرق ديال الدار البيضاء. علاش؟ حيت هو اللي كانت في الاحداث الارهابيه وهي اللي قلت لك من بين ابرز المحطات. حيت المسؤولين ديالنا الى حيدتينا احنا كصحفيين ومدنيين وجمعويين وهذا اللي كنعرفوا خرجوا بلادنا. اما المسؤولين مريحين في الابراج ديالهم ما كانوش عارفين شنو هو سيدي مؤمن ما كانوش عارفين شنو هو الغلام ولا كريان طوما تفرقعات من تفرقع حق راه عندنا واحد البلاصه سميتها سيدي مؤمن واحد البلاصه سميتها كريان طوما واحد هذا باش نتابعوا دو الفلوس اللي تحطات باش يتراضي هذاك الشيء كامل وتحيد الطوما تحيد السكويله الى اخره وتحطوا الفلوس تبناو الديور تبناو المشاريع الى اخره ياك فهاد التوجه جا المشرع المخطط الحضري بليطو وقال لك اودي غادي نحط انايا لو كرون ستاد تما اسوا ملي قلت لك قبيله ديال لندن وديال باريس علاش؟ حيت الناس غيجيو لمحمد الخامس يتفرجوا تيجا هاد البلاصه ديال كوتيي والمعارف وكذا بين قوسين يعني زوينه بين قوسين واخا في اعقاب لو بغينا نهضروا على سيره نهضروا عليها ولكن على العموم زوينه غادي نقربوا حنا الايه ولاد انفا ولاد المعارف ولاد هذا سميتو كوتيي ولاد راسين المغرب اللي يجي من جديده جاي باغي يتفرج في الفرقه ديالو غادي يمشي لسيدي مؤمن اذا غادي يولي واحد الالفه ديال 100,000 ديال الجماهير في كل ديربي ولا في كل ماتش مهم وكذا الى اخره غادا تولي عندهم واحد الالفه مع المنطقه ديال سيدي مؤمن وانت كمسؤولين وكسلطات وهذا ستكون مجبر بمواكبه صح وبالنهوض صح بالمنطقه صح ديال ومني كندوي انا على سيدي مؤمن راه المقاطعه راه 680,000 نسمه العماله ديال الرباط العماله ديال الرباط فيها 800,000 اذا سيدي مؤمن قدو قد الرباط الى جينا للمنطق داكشي اللي كاين في الرباط ديروا ليا في سيدي مؤمن الجزرادي المركز الجامعي الجامعات المطار القهاوي المطاعم لاكورنيش الملاعب اللي كاينه ملاعب القرب داكشي اللي كاين في الرباط ديروا ليا في سيدي مؤمن يعني كل مغربي في الرباط عنده جوج ملاعب عنده جوج قهاوي عنده جوج جزرادي عنده جوج بطوات زوينين ديال الضوء عنده انفا عنده انت المواطن في سيدي مؤمن خاصك تواني بحالي بحال باش نبين لك الخصائص اللي كاين في المنطقه ديال سيدي مؤمن إذن هنا ليدي كانت نوبل ديال الناس الذين سهروا على اختيار هذا الموقع ديال سيدي مؤمن للاسف لسبب من الاسباب شي واحد قاري فوق الباك بزاف قال لك لا حق لا مسائل امنيه غادي نصدع غادي القيامه غادي كذا لا ما خصش يكون في سيدي مؤمن داو الهراوين مقبوله نسبيا مقبوله اولا ديجاجي وثانيا الهراوين حتى هي امتداد كندوي على الهراويين يعني اللي كوتي مديونه ولكن حيت بيناتهم لا روكاك حتى هي مزيانه شي شويه حق لا ثاني ولا اسمح لي راه هذيك الاراضي تما راه غادي فلان وفلان عنده العقار تما وغادي نضيعوه مسكين السي راه كاين ما يسمى بالنزع المصلحه صح ملكيه النزع الملكيه من اجل المصلحه العامه والسيد غيتخلص بكونطون بالثمن السوق وهذا راه مصلحه ديال البلاد راه ماشي مصلحه ديال القدور ولا عزوز ولا فاطمه ولا ناديه ولا شي حاجه عاود ثاني هزوك غادي نديو البسكوره ما كاين مشكل حنا دائما الان في اطار في المضرب تلقى راه يسيل دمو ماشي بحال كيف قلت لك الضحيه ديال الضرب اذا مخصوصه وهذا داكشي مشينا لبسكوره قلنا غنحطوه في بسكوره علاش غنحطوه في بسكوره؟ راه قلت لك قبيله حيت بسكوره هي النواصر يعني العماله مرشحه باش تستقبل الالاف المؤلفه ديال البشر لان هي المفتوحه في وجه التعمير يعني على مستوى الدار البيضاء فكاين تما المطار كاين سابينو كاين لا زون اندستريال ديال لا شومبر فرونسيز ان لا شومبر فرونسيز دو كاين ديال بلاد صالح كاين الى اخره ثم كاين لا فيل فيرت كاين هذا كاين مشاريع كثيره تما الى اخره ثم كاين النقاش ديال ميريزكو بنو رشد واش غنهزو نحطوه تما ولا كذا باش نديرو لا ريستركتيراسيون ديال وسط المدينه هذاك ميريزكو خلق لنا مشاكل غنديو تا هو تما لوزو هذاك صغير وراه حطينا فيه 25 مليار ماشي شي حاجه هذاك غير جنينه شي حديقه شي جريده صغيره هذا اذا غنديرو ان زو يليق بمدينه الدار البيضاء غنحطوه في بوسكوره اذا بمعنى القراءه ديال الناس الذين قرروا ان يختاروا بوسكوره كتقول ودي شويه واحد شويه ديال المنطق واحد المنطق كتقول ولا الضالين ودائما كنقولها لك يعني هي امتداد ديال مدينه الدار البيضاء يعني واحد اللحظه
كيف قلت لك تهزوا قالوا كنحطوا حنا في بن سليمان. بن سليمان ما عرفناش اخويا. انا بالنسبه ليا انا جريمه وانا بالنسبه ليا الله سبحانه وتعالى غيغفر للحكومه على هذا القرار. انا ما نغفرش لهم لان انا شخصيا اعتبره اهدار للمال العام. لا يعقل نحط انايا 500 مليار ديال السنتيم في واحد المشروع اللي غنلعب فيه جوج ماتشات ولا ثلاثه ومن بعد التعب غيمشي ليه. واش كتظن بان الوداد والرجاء غيمشيو يلعبوا تما؟ واش كتظن بان المنتخب المغربي من بعد غيمشي يلعب تما؟ باه ما درتي باش غيمشيو الناس. غتقول لي غندير المترو، غتقول لي غندير ايروير، غتقول لي غندير الترين. داروا لي سميتو الرون بوان ديال سميتو ديال 100 مترو صايبات بقى عارف صايبوا لي الايروير وصايبوا لي الترين وصايبوا لي التي جي في وصايبوا لي كذا الى اخره. حيت علاش؟ لان عندنا تجربه مع الكذوب ديال المسؤولين. وهذا هو اللي كنخاف منه. وغادي يدوز الفرح ديال المونديال وكيف قلت لك قبيله غادي نضيعوا ديك الفرصه ديال الاقلاع. وغادي تكون ثاني باش تحلم تجيب مونديال ولا تجيب العاب اولمبيه ولا تجيب اكسبو وخصك تستنى واحد 50 عام اخرى ولا 60 عام. حنا تنتمناو حنا غنبقاو متفائلين وتنتمناو بان الامور تكون تمشي في الاتجاه اللي باغيين كاملين. نتمنى نكون مخطئ. نتمنى نكون مخطئ. نكون متفائلين ونتمناو. نتمنى نكون مخطئ. كما تيقولوا المصريين الميه كديب الغطاس. 2030 تقريبا. ما بقى لا والو غنمض عليك يا دايزا تماما. ان شاء الله. سي عبد الرحيم باش انا قريب نختموا تنتكلموا مثلا من بين المناطق اللي رمز عنوان كبير للتناقض في الدار البيضاء منطقة الهراويين كاملة. فعلا منطقة الهراويين انا زرتها ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة. كوتي سيدي عثمان ولا كوتي مديونة؟ لا كوتي مديونة. غريبة منطقة الهراويين غريبة فعلا. انا بغيت نلقى لها شي تفسير ما لقيتش لها تفسير. مشيت لقيت واحد لقيت اش غادي نقول لك لقيت البقار لقيت الكلاب الضاله لقيت الحمير لقيت البغال لقيت الواد الحار في الطريق لقيت الازبر المتراكمه في درب هنا ودرب هنايا لقيت ما يسمى بواحد المنطقه تسموها الكروه اللي غريبه تتمارس فيها شي امور وبيع المخدرات وداك الشيء غريب جدا. لقيت اشياء كثيره جدا جدا والبرارك وغير ذلك. وتنقول هذه مدينه الدار البيضاء وكنا سمعنا على واحد البلون داميناجمون للمنطقه ككل لحدود ساعه ما كاين بلون داميناجمون ما كاين والو. فين قلت لك قبيله هي اللي قلت لك قبيله كيكذبوا علينا وتبدي يخدرونا بالاوراش وبالشعارات وكذا الى اخره وفي نهايه المطاف كيدوز الوقت والاجيال كتمشي عند الله سبحانه وتعالى وما كتشوفش الاوراش على ارض الواقع. والخطير في الامر تكلمتي على الوضع ديال الهراويين. الهراويين فيها بجوج حيت الهراويين هي اصلا كانت وحده مجاليه واحده ولكن ملي دازت لوطوروت لاكوكاد طرات يعني تقسمات. من بعد جات ديكوباج جديد ديال الدار البيضاء في 2009 فبقى ذاك الطرف اللي من الفوق يعني الجنوبي مشى للمديونة والاخر بقى للدار البيضاء وتحسب على وتحسب على تحسب على سيدي عثمان. في 2011 اذا تذكرتي الملك كان تراس واحد الاجتماع في اطار ذاك البرنامج لمحاربه دور الصفيح وكذا الى اخره واعاده سميتو هيكله الاحياء الناقصه التجهيز او الاحياء الهشه وكذا الى اخره. كان تراس واحد البرنامج طموح جدا في 2011 وتراسوه في الهراويين الرمزيه على اساس ان هذه المنطقه باش تكون مشموله بهذا. وللاسف الشديد هاد الناس ما خافوش من الله ما خافوش من الملك. كيفاش بغيتيهم يخافوا من القانون ولا يخافوا مني انا ولا يخافوا منك انت؟ حيت انت كمسؤول اديت القسام كتقول اقسم بالله العلي العظيم ان اكون وفيا لملكي ولبلدي وان اؤدي مهمتي بامانه ووقعتي قدام الملك. وهذا الشيء ما تنفذش. والناس هذو اللي كنقول لك راه باقي وزير باقي مسؤول في حزب باقي برلماني كيفاش اش من وجه عندي انا كصحفي غنحترم هذاك السيد وانا كنشوفه كذب على الشعب وكذب على الملك وكذب على الله سبحانه وتعالى. وبغيتيني غدا نتيق به بلي غايقول لي ملعب سيدي هذا بن سليمان راه غيكون كذا وكذا وانا كنشوفه درابيه كشعب وغنتيق به مازال. نهائيا انا غاسر يديا للاسف وجهه نظري للاسف الشديد. نعم للاسف. حيت باش هذا الشيء يرجع خص واحد النص في المسؤولين يتحاكم. كنقول لك يتحاكم لان حقيقه لان هذا اجرام ترتكب في حق مدينه الدار البيضاء. صح. والناس مازالوا يصولون ويجولون في البرلمان وفي الحكومه وفي الجماعات وفي الجهه وكذا وكذا. لان منطقه الهراويين مفجعه جدا. رهيب مفجعه تبكي. ودار المونتاج المالي ودار المونتاج المؤسساتي ياك. ولكن للاسف الشديد لا احد يعني قال اللهم ان هذا منكر وهذوك راهم مغاربه بحالنا بحالهم
على الاقل حنا ماشي قلنا ما ترجعهم بحال تكساس ولا ترجعهم بحال السويد ولا بحال وعلى الحد الادنى ديال الطريق والماء والجرده والتروطوار والاناره العموميه والسبيطار وكذا وكذا الحد الادنى تدخل في كرامه العيش ديال المواطن ماشي قلنا غتسكنوا في قصر ولا غتسكنوا في فيلا ولا غتسكنوا في كذا الى اخره الحد الادنى ديال الكرامه ديال الانسان والناس ملي غتخلق لهم هادشي اولا غادي يرجع ليه بعدا اولا الادميه ديالو الا كيحس بان راه انتمي لواحد البلاد اللي راها كتفكر في الناس ديالها هذه اولا ثانيا غادي تخلق واحد جاذبيه ديال الناس يبغيو يمشيو يستثمروا ويستقطبوا تما هذا باغي يدير بيسلي هذا باغي يدير قهوه هذا باغي يدير حمام هذا باغي يدير كذا هذا باغي كذا الى غيره ودابا للاسف الشديد ملي تتهضر مع اي كان على منطقه الهيراويين عنده حكم مسبق وجاهز تقول لك لا قول لي لا باغي دير راه كاين واحد المحل في الهيراويين مسدود كري دير تقول لك لا البيئه العامه غير ملائمه باش تستقطب اي استثمار كما بغى يكون للاسف الشديد للاسف باش نختموا في جمله في جمله اليونسكو مدينه الدار البيضاء مدينه الابداع وانا ما بليت شي ابداع اخويا حسين انا ما بليت شي ابداع ونقول لك واحد وحنا تنهضروا على الهيراويين ما بليت شي ابداع انت هو عندك المسرح باقي مسدود للاسف فهمتيني 164 مليار 164 مليار جميل مالك 164 مليار عطيتيها ليا نصيب بها جرادي ونصيب بها لاكوت ما عطيتيها للناس ديال تازا نحل لهم المشكل ديال الماء ما عطيتيها للناس ديال الخنيفره ولا كهف النسور نصيب لهم الطريق ما عطيتيها للناس ديال الزلزال نصيب لهم بها شي حوايج اللي مهمه لهم ما المسرح تحل اذا 165 مليار غير علاش المسرح ما تحلش لحدود الساعه راه كنت نقول لك الاسئله الحارقه التي يرفض المسرح واستكمل البناء كامل 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 راه باقي تمايا كي شنو المشكل دابا اللي مطروح وهو ديال الصيانه ديالو حيت انت ملي غادي تهمل هذا المرفق واحد عامين اخرى ولا ثلاث سنين اش غيوقع غيوقع التاكل صح حيت ما بقيتش كدير فيه الصيانه ولا متبع به وكذا كما وقع العديد من المؤسسات في فيليب نموذج نموذج بارز 12 مليار مشات هباء المنصوره راه هو الان ما ريبناه ما سميتو رجعنا فلوسنا ما هذاك العقار عطينا للدراري تما يقصروا فيه ما حتى حاجه فهمتيني وقيس على ذلك ماشي استاد فيليب واحد العدد ديال المشاريع اللي في الدار البيضاء مشات هباء المنصوره فاذا زائد عليها ماشي على المركب ديال ماشي على المسرح الكبير راه حتى المركبات الثقافيه اللي كاينه في الدار البيضاء الى حيدتي واحد ثلاثه ولا اربعه اللي شويه اكتيف اما كتلقى فيها شي مدير عنده فهمتي يعني حرقه هو يعني اجتهاد شخصي منه وكذا الى اخره تيتحرك فهمتيني ولا المسؤولين اللي معاه حتى هما ناس اللي عندهم الكبده وهذا وما تبقى راك شي فهمتي كيصوت فيها البرد صح يعني مغلقه ما كتستغل المواد ديالها مره تتخضع لحزب مره مره كتكون شي حزب مره كيقول شي حزب كيقول غندير فيها تجمع وكذا الى اخره يعني عمليا هذا سؤال حتى هو يعني لا يقتصر فقط على المسرح الكبير بل يصرح على البنيه يعني الموازيه اللي متمثله في هذه المركبات الثقافيه اللي قلت لك واحد اربعه ولا خمسه اللي شويه ناشطين بفعل الديناميه اللي خالقينها المسؤولين على هذه المركبات كتلقى ذاك المدير هو براسو هو حي فهمتيني وعنده حرقه داخليه كتدفعو باش يخلق الحياه ويخلق في هذاك المركب اما لو بغينا نتكلموا على المساحات الخضراء في مدينه الدار البيضاء فهو واحد يدو شجون ما يمكنش لا كارثه ولا باش نختم اخويا حسين في المساحات الخضراء جميع المنتزهات اللي كاينه في الدار البيضاء كلها لا ليغاراب مرضوخ اليونسكو ليسيسكو كلهم هذه المنتزهات كلها تنجزات في عهد الاستعمار طيلة الاستقلال لم ينجز ولا منتزه واحد الا اضافي الا 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 المنتزه ديال بارك انفا الوحيد الذي انجز كيف انه في الاستعمار اللي دوز غير 44 عام وكانت الحرب وكانت القيامه وكانت كذا بارك انفا تنجز وكان السكان الدار البيضاء كانوا سكان الدار البيضاء يعقلون على 500000 وانجزت خمسه المنتزهات كبرى الان الدار البيضاء لوحدها فيها بلديه ماشي الجهه البلديه فيها 3 مليون ونصف ديال السكان ولم ينجز ولا منتزه ابار هذا قلت لك ديال وربما هذا بارك فاعر بحكم القطب المالي جا تماما داخل في ذاك القطب المالي كان تماما على عين للاسف وهادو كل من غير المنتزهات الكبرى اللي تكلمت عليها دابا وما نسنيوش الحديقه العربيه اللي تخدت شويه وهذا ولات واحد لا حيت هاد المنتزهات كما قلت راس المال موروث كان الدوله غير عاود صلحات رحماتهم وكذا مزيانه طوميو مزيانه ما قلناش العكس غير يفتخرات خاص يكون في سلعه المنتزهات ماشي ناقصه فضيح الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه كتقول بان الحد الادنى 10 امتار متر مربع لكل مواطن الدار البيضاء بالكاد فيها 1 متر مربع لكل مواطن
اللهم هذا منكر. اللهم هذا منكر. هذا منكر. على أي الله يجزاك. ودوك المساحات الخضراء الصغيرة اللي تتلقى في الأحياء وفي الدروبة راه حالتها حالتها توطى فيها الكرة سمارسين الكازومشا هذه ما تتسقى مع كاين عساس ما كاين والو. حالة يرجع لها هضر للمال العام للأسف الشديد الكثير اللي بغينا نحسوا ما غاديش نوقفوا اليوم اللي بغينا نحسوا الجرادي. ناهيك على الإنارة العمومية ناهيك على أنا واحد السيد كنت لقيته وقال لي الله يحفظك على الدوي على الدار البيضاء راه في بعضي بعض مقاطعاتها وبعض شوارع راه مظلمه راه مظلمه راه راه را للاسف الشديد. على اي الله يصوب الحلم الحمل الثقيل مدينه الدار البيضاء تستغيث فهل من مغيث. غادي نتكلموا ولكن في مناسبه اخرى ان شاء الله نتكلموا على قضيه انشاء وكاله للخدمات بجهه الدار البيضاء سطات اللي غادي تعوض لنا التدبير المفوض. فربما ربما 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 اقول بانه تكون فعل خير وباش غتعوض التدبير المفوض غير غتعوض الخواص حيت حتى هذوك الشركات حتى هي تدبير مفوض. نعم حيت هو المرفق اصلا يعني موكول للجماعات غير الجماعات لها الحق حسب القانون ان تسير المرفق بشكل مباشر او عن طريق وكاله او عن طريق ان تفوض الامر لشركة ما نعم. إما خاصة مغربية ولا خاصة أجنبية نعم. في هذه الحالة ديال هذه الشركات الجهوية شركات مغربية إذا هو تدبير مفوض غير هذه الشركات الجهوية ستضع حدا للتدبير المفوض الممنوع للخواص الأجانب نعم. في قطاع الماء والكهرباء وجمع الأسباب والتطير وغير ذلك. مهم على أي نحن غادي نترقبوا على أي مجلس مدينة الدار البيضاء غادي في هذا الاتجاه ديال إنشاء هذه الوكالة هذه سنترقب المستقبل ماذا سيحمل. هل هي نهاية تدبير مفوض لشركات الخواص أم بداية مرحلة جديدة أم هي استمرار لما كان بصيغة أخرى. شكرا لك سي عبد الرحيم أهلي. شكرا جزيلا على قدومك. شكرا على كل هذه التوضيحات وهذا النقاش المثمر جدا.